حقق النصر بطولة السوبر للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل في أمسية رياضية جمعت الفريقين على أرض درة الملاعب في الرياض، وبرعاية كريمة من سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل. في الشوط الأول الهلال كان المبادر بالضغط ومحاولة كسب هدف مبكر، وتمكن من الوصول لمرمى النصر بهدف ألغي بداعي التسلل مع الدقيقة التاسعة. تماسك خطوط الفريقين أخر هز الشباك مع بداية اللقاء، لكن الهلال كان الأجرأ في الثلث الأول، ومع الدقيقة 17 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء هلالية قبل أن يتراجع بعد ذلك ويلغيها بعد العودة لتقنية الفار. الدقيقة 21 شهدت نزول محمد كنو وخروج سلمان الفرج الذي تأثر بإصابة منعته من إكمال اللقاء. النصر وسط كل هذا لم يقف مكتوف الأيدي، وحاول هو الآخر تسجيل الأفضلية بالهجوم والتسديد، فكان الضغط ومباغتة مرمى المعيوف بأكثر من كرة هددت المرمى الهلالي، وحينها عاد الهلال للهجوم وأضاع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل. ومع بداية الشوط الثاني السيد رازفان زج بكاريلو بديلا لجوفينكو، لكن النصر كان الأخطر منذ البداية. مرابط كان الأقرب لافتتاح التسجيل بكرة انتهت في العارضة وتشتيت الدفاع الهلالي. الرد من غوميز كان بعد خمس دقائق بكرة ارتطمت بحارس النصر وأوقفها قبل أن تعبر المرمى. لحظة التغيير كانت مع الدقيقة 60 عندما سجل بيتروس هدف التقدم من كرة خدعت المعيوف. البحث عن التعزيز تمثل في تغييرات أجراها مدرب النصر في محاولة للمحافظة على التقدم. تراجع النصر في الثلث الأخير من هذا الشوط جعل الهلال يملك السيطرة نوعا ما، والنصر يكتفي بالكرات المرتدة، حتى استغل لاعبو النصر كرة أوصلوها للظاهرة حمد الله والذي سجل الهدف الثاني مع الدقيقة 81. رصاصة الرحمة جاءت مع الوقت البدل الضائع مع الهدف الثالث بكرة مررها حمد الله لسامي النجعي الذي سجل هدفا أنهى به اللقاء. صافرة النهاية انطلقت معها احتفالات النصر بفوز مستحق وبطولة جديدة.